هل خروج رمضان صبحي من النادي الأهلي أو رحيله عن النادي الأهلي ده يخلي، ولو إنه حسام البدري شخصيته مش كده يعني، لا شخصيته قوية على فكرة، لكن يضعف من فرصه في المنتخب؟ لا خالص، لا حسب شخصية المدير الفني. هو رمضان صبحي هيكرر نفس اللي عمله حسام الحضري؟ لا هو كان في اختلاف، بمعنى ان عصام الحضري وانت في امس الحاجه، لان عصام الحضري اتاخدت منه شرط الكابتنه في الفتره ديت، وحس ان هو حس باهانه، حس ان اتاخدت منه شرط الكابتنه. خلي بالك يا اسلام، انت عشان تاخد شرط الكابتنه في النادي الاهلي ده شرف وتاريخ. احنا دلوقتي بنقول للكابتن شادي محمد الكابتن التاريخ، وده حقه، بس مصائب قوم عند قوم فوائده. ان انت لو مش موجود كده كان هيبقى عصام الحضري هيبقى موجود، وهيبقى هو الكابتن، هو اللي هيشيل البطولات، وهنقول عليه الكابتن التاريخي. فدي يمكن اثرت في نفسيه عصام الحضري. هو لعيب فكر كده ان هو يمشي، عايز يردها، فمشي في الفتره دي. مين بقى الكابتن؟ لكن استمر انجازاته والناس كلها قالت لا، احسن جون على احسن حارس مرمى جه بعد الكابتن ثابت البطل واكرام، كابتن اكرام. انت بتتكلم على مستوى الموهبه؟ انا بقول لك على الموهبه. لا عصام كان جون عالمي، جون جامد جدا، وكان بيدينا الثقة. على فكرة كنا بنرجع لعصام الكورة اسلام، ما بنخافش، لعيب كورة، وكان بيلعب معانا في التقسيمات وبيعمل تاكلن وبيجيب اجوان وبيلعب بدماغه. على فكرة كان ذكي جدا وكان بيحب التمرين. لكن انا سؤالي ان رمضان صبحي يقدر يعمل تاريخ لنفسه رغم ان هو مش من النادي الاهلي؟ اي طبعا، زي عصام الحضري ما عمل، لسه صغير يا اسلام. على فكرة بص، رمضان صبحي ممكن يكون حسابها من وجهة نظره صح، لكن من وجهة نظر تاني رمضان صبحي كان هيبقى أصغر كابتن في النادي الأهلي وهيعمل بطولات كتير وطموح وبطولات وكل حاجة، لكن هو وجهة نظره. لكن هيبقى رمضان صبحي موهبة كبيرة، وإحنا كمصريين، أنا ما بكلمش بقى أهلي وزمالك وبيراميدز وكلها، لا، إن ده لعيب مفيد لمنتخب مصر ولازم يبقى موجود متواجد في الفترة اللي جاية، يعني لعيب لا غنى عنه في منتخب مصر. لعيب كويس، ولعيب يقدر في اي وقت يجيب جون، ويقدر لانه وشخصيته قويه على فكره في الملعب، الشخصيه فدي عجباني، حتى شخصيته قويه في المنتخب الاولمبي. لكن هو عاوز يبقى فيه تركيز. خلاص انت ريحت، خلاص عملت اللي انت عايزه، فكر ان انت بقى الفتره الجايه ان انت تلعب منتخب مصر. لان انا توقعي او وجهه نظري ان رمضان صبحي مش موجود في بيراميدز السنه الجايه، هيفكر يروح حته ثانيه وهيطلع بره مصر. عشان بس الناس، انا بقول لك ده، وده حاجه كويسه لرمضان صبحي، لو هو عايز يكمل في الكوره ويبقى عنده طموح يبقى خارج مصر او يلعب بره جمهوريه مصر العربيه. لو مش هتلعب في اهلي وزمالك يبقى انت تبقى تلعب بره مصر.